هالشيء انتو مباراة الليل المالي؟ لا المباراة كنت مملة عادة نمت بعد العشاء. نعم شهدتو نفس فقط. السلام عليكم أمير. وعليكم السلام جاستن. كيفك؟ بخير والله. الحمد لله. ماذا تقرأ في الجريدة؟ أنا أقرأ مقالة عن الرئيس أوباما. عندي مشكلة. ماذا المشكلة؟ أختي مجنونة. لماذا؟ لأنها أكلت أولادها. Stop what! كيف أوباما؟ هو يزور آسيا لكنه سيرجع الأسبوع القادم. وأنت جاستن هل خلصت مقالك؟ لا ليس عندي وقت ولكن سأكتبها غدا. جيد وماذا ستفعل في الصيف؟ إن شاء الله سأسافر إلى كندا وأوهايو. هل تعرف المدير الجديد؟ نعم لا أحبه. يفكر إنه أكبر رجل في الكلية. هذا أجمل هزاء في كل عالم. شكرا حبيبي. اشتريتهم من باريس. هذا جيد جدا. أنا عارف. هو هناك. لا نريد أن نشاهده. ماذا ستفعل في كندا؟ أريد أن أزور نياجرا فولز. ماذا ستفعل في الفصل القادم؟ أنا آسف يا صديقي. لازم تقبل هدائي. إذا لم تقبل هدائي فسأضربك. لا أرفض أن أقبل هدائك. من فضلك عندي أفضل إجابة لهذا المشكل. السلام عليكم ومرحبا بكم. تشاهد MTV Raps أكبر برنامج في التلفزيون في كل عالم. اليوم عندنا كبير برنامج. عندنا أمير وعندنا جاش وعندنا آدم. سنبدأ. في هذا القسم عندنا أمير. هو أحرم النار. هو الملك الجديد. أمير. في هذا القسم أين الوالد الكبير وأين الرجل اللاهية. عندك مال. لكن عندي تفضيلات. تفضيلات؟ بالإضافة إلى هذا. إضافة؟ لا أريد محاضرات. لا يريد. كان ممتاز. ماذا عندك يا أمير؟ هل أنت مجنون؟ هذا جزمة جديدة وأنا المدير الجديد. سأضربك مع حديدة أو شبشب قديمة. أنا حار أحرم النار. عمل فلوس طوال النهار. أنتم مجنون. هذا القرار. لا يمكنني أن أكرر. انتظر. أنت ممتاز ولكن صديقي يستطيع أن يرقص.
هذا مجنون. ممتاز. جميل. عندي حلم مجنون.